إذن تحية من جديد، أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشباب قناة شوك تي في أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من مدينة بني ملال. فكما قلت متابعينا مشاهدي قناة شباب قناة شوف تي في، بعد النداء ديال قناة شباب قناة شوف تي في، يعني بعد لايف قناة شباب قناة شوف تي في، كنتواجدوا في مدخل شارع ابو العلاء بمدينة بني ملال. المسؤولون يستجيبون للنداء ديال الحفرة ديال الخطر المتنوع اللي كانت هنايا في وسط الشانطي، وسط الشارع، في المدخل ديال شارع ابو العلاء. والمسؤولين يعني كيستجبوا للنداء ديال قناة الشعب قناة شوف تي في، وجاو اليوم بداو الاصلاح ديال هاد الحفرة، تيقادو في الحفرة ديال الخطر المتنوع. فبطبيعة الحال متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، فالحمد لله يعني راه حولوا الرونكار كيف ما كنشوفوا، كنشوفوا على البث المباشر، فراه حولوه لهاد المنطقة، يعني بعدوه يعني من وسط الشارع هنايا فين كانت الحفرة الخطيرة اللي كانت تتهدد المارة من مستعملي الطريق، مستعملي السيارات كيف ما كنشوفوا ديال المنطقة. فراه جاو اليوم المسؤولين كيف ما كنشوفوا لإصلاح ما يمكن إصلاحه بطبيعة الحال هنا في مدخل شارع أبو العلاء متابعينا مشاهدينا الكرام. والحمد لله يعني تحية لمن استجاب للنداء ديال قناة الشعب قناة شوف تي في، فبطبيعة الحال بعد اللايف اللي درنا هذه واحد 3 أيام تقريبا، يعني المسؤولين كيستجبوا بطبيعة الحال لهذا النداء، بداو تيقادو هذه الحفرة اللي كانت خطيرة، حفرة الخطر المتنوع اللي يعني كان ممكن يطيح فيها أي واحد. المواطنين فادر واحد البنو، كانوا دايرين واحد العجلة مطاطية اللي هي باش يعلموا الناس كعلامة تحذيرية، وكانوا دايرين واحد الأحجار، يعني واحد جوج حجرات ولا ثلاثة لهاد الأحجار. بطبيعة الحال متابعي قناة الشباب قناة شوف تي في كانت تشكل حتى هي خطر، كانت هي خطر متنوع، لأنه بالليل أي واحد غادي يجي وغيدوز من هاد الشارع، فراه ما غيعرفش باللي حجرة هادي ممكن يدخل فيها، ممكن يضربها، ممكن تشكل عليه خطورة بالغة. فبطبيعة الحال متابعينا مشاهدينا الكرام، كما قلت بعد النداء ديال قناة شباب قناة شوف تي في، المسؤولون كيستجبوا للنداء، المسؤولين على الشأن المحلي، الشأن العام المحلي هنا متابعي قناة شباب قناة شوف تي في كيستجبوا بعد اللايف ديال قناة الشعب. وبداو اليوم مساء اليوم بداو يعني الإصلاح والمعالجة ديال هاد الحفرة الخطيرة اللي كانت وسط الشانطي، حدا الخط الفاصل، يعني الخط الابيض اللي وسط الشانطي في الوسط ديالو. فكان يعني المارة كيف ما كنشوفوها ما كيمروا منها من هذا المكان. كانت متابعينا مشاهدينا الكرام، والحمد لله يعني قناة الشعب قناة شوف تي في، قناة صوت ما لا صوت لا، بطبيعة الحال قناة الشعب قناة شوف تي في دائما توصل الصوت ديال الساكنه ديال المواطنين ديال الناس بطبيعه الحال للمسؤولين لمن يهمه الامر ومن له الاختصاص. فبطبيعه الحال متابعينا مشاهدينا الكرام، هو كيف ما قلت قناه الشعب قناه شوف تي في قناه الجميع مراه للواقع. فننقل لكم الحدث بالصوت والصوره على بث مباشر بدون اي اضافه او زيادة او نقصان متابعينا مشاهدنا الكرام. فكما قلت بعد لايف قناة الشعب قناة شوف تي في، يعني المسؤولين كيستجبوا، المسؤولين هنايا في مدينة بني ملال من يهمه الامر استجاب للنداء، وراهم اليوم بداو كيصلحوا في هذه الحفرة اللي كانت حفرة الخطر المتنوع. فبطبيعة الحال متابعينا مشاهدنا الكرام، شكرا شكر جزيل يعني لمن استجاب للنداء ولمن يعمل بجد ويعمل للصالح العام بطبيعة الحال.
إذا متابعي قناة شاب قناة شوف تيفي إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق. دائما أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.